عشان ما تتعبش عشان لازم تلمع ما تتعبش من فوق من الكالوريه اللي في الحركه ما عندكش ان ينتج ما ينتجش توقع بينتج غير مصحة الكلام هو عندي مشكلة مع الأولاد مش أفضل من مصحة اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه رفقه الفنان عبد الصمد الربيع الفنان المكناسي ابن مدينه مكناس والفنان الشعبي والطرب العصري كذلك فنان اليوم كيقول بارك عليا عينا بعد يعني سكت تعيت لكن الله يحسن العوان. فكما كنعرفوا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في فلا زالت أزمة كورونا مستمرة ولا زالت بلادنا كباقي بلدان العالم كتعيش على وقع هذه الجائحة هذه اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في يعني أنها ترفع علينا في القادم من الأيام. لكن كما قال السي عبد الصمد فكل شيء خدم، بقينا غير حنايا مع العلم أننا درنا التلقيح درنا كل شيء كنتسناو غير خدمة، سبقنا حنا الأولين غير باش نبداو. غنعرفوا مع السي عبد الصمد في هذا الشيء هذا وكذلك غنعرفوا الجديد ديالو، نعرفوه واش كورونا وقفاته كاع ولا باقي خدام كيقلل شويه باقي كيبحث البره ديال الفن مخليها خدام، لانه كنعرفوا الفنان ما كيقدرش يحبس ولا كيما بغى يكون الحال. واخا غنبقاو معك السي عبد الصمد، مرحبا بك معنا اولا معنا في قناه شوف تي في. السلام عليكم، تحياتي الجمهور الكريم أوركسترا عبد الصمد الربيع، وتحياتي لقناة شوف تي في، وتحية للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. بالنسبة للمعاناة، المعاناة ديالنا ما عندناش الحدود. بالنسبة للتلقيح درنا التلقيح حنا الأولين، بالنسبة للأوركسترا فرضنا عليها التلقيح، فرضت على الأوركسترا ديالي التلقيح. علاش؟ باش نخدمو. وفرحنا بلا طلقات 50%، قلنا منهم حتى حنا ساعه ما كاينش بالنسبه للحفلات وداكشي ما كاينش الا الحفلات والمناسبات. صمد ان القطاع يعني بالنسبه لكم انتم كموسيقيين يعني جزء من واحد السلسله اللي كتشتغل فيها، يعني واحد مجموعه ديال القطاعات، يعني مجموعه ديال الناس كتشتغل باش تعطينا واحد في الاخر واحد الحفل وواحد الاحتفال مثلا. ممكن تحدثنا يعني وانتم قراب وتتلاقاو دابا مع الناس وكتشوف يعني تنتلاقاو اخويا مع الناس؟ راه المعاناه لا حول ولا قوه الا بالله. راه كاين الناس اللي كانت واخده كريدي، واخد الانسان ابارتومو ما لقاش باش يخلص، حالات صبر عليه البنكه صبرت عليه 6 شهور زاد 3 شهور خرجوه مسكين داروا له السيزي وما عقلوش عليه. بالنسبه للناشدو كناشدو تلقى الناس انه يعني خصوصا الناس دابا ديال الموسيقى ما يمكنش نجي عندك دابا السي عبد الصمد، هي شو هي عاديه نور عمو، ولكن غنقول لك السي عبد الصمد قليل الفنانه اللي كتلقى عنده الموسيقى وكتلقى عنده واحد مدخول اخر، ولا كتلقى عنده مثلا محل ديال الماكياج، وكتلقى عليه واحد البيعه والشريه اخرى كما كنقولوا، نشاط اخر اللي مدير عليه شويه الدخل باش كيبقى مكاليه من دويه الزمان، انه كنعرفوا الفن شويه يعني ما كاينش واحد الاستقرار مادي. ما كاينش واحد الاستقرار مادي، واني ما كناش كنقولوا غادي توصل كاع لهاد الدرجه هادي. ها كان بنادم كيترزق الله، المهم راه بنادم خدام مستور، تيقري وليداتو في البريفي، تيقري وليداتو، المهم عايش نقي كما كنقولوا حنايا، عايش نقي. ما كناش كنويو الا واحد النهار غادي يوقف كاع هادشي في خطره. وكاين الحفلات وكاين الملاهي الليليه وكاين بزاف ديال المهم راه بنادم كان خدام مستور. وبالنسبه للفنانه والموسيقيين اللي دايرين لي بروجي ديالهم قليل، واحد الشريحه قليله ماشي بزاف هما اللي دايرين، خصوصا ما كنعرفوا ان الفن كياخذ الوقت بزاف، يعني تياخذ ما يمكنش تفيق في الصباح وتمشي تحل المحل وتخدم، درتي شي واحد فيه ربما ما نعرف ما هذا هو اللي كاين. و خويا شحال خصو شحال قدو يجمع؟ لا ضرينا خويا لا حول ولا قوة الا بالله.
مثلا صمد ربيع من المجموعات المعروفه على مستوى الناس. اللهم لك الحمد. مجموعه يعني كان، ولكن قول لي 24 شهر اخويا راه 24 شهر هادي راه عامين، عامين واخا يكون عندك اللي راه غيتسالى، وبنادم راه الكرا والمصاريف وكاين اللي عنده سياره باعها، كاين اللي عنده اي حاجه بلا ما نقولوا الالات راه باعوا الناس الالات ديالهم، كاين اللي تفارق مع وليداتو، كاين اللي طلق، كل واحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تنطلبوا من الله يخفف علينا هادشي دابا في هاد الحل. يعني كما كتشوف وقيلا القطاع الوحيد اللي بقى الان هو الوحيد اللي بقى واقف هذا القطاع، هذا هو الوحيد اللي بقى واقف. حفلات والتمويل والموسيقى والملاهي الليليه هما اللي بقى واقفين، كاع دابا كاع لي دومين كلشي خدام، كلشي. كنا كنقولوا فاش غيطلقوا هاد 50% منهم حنا ساعه، ما كاينش اخويا، ما كاين والو. نجيرو 50%، علاش علاش؟ كنا بعدا في النوبه الاولى كانوا طلقوا 50% جيريناها ومشينا مزيان. لا جيريناها مزيان، وكاين التباعد وكاين كلشي اخويا. خدمنا وراه كان التباعد، وكانوا بالنسبه للقاعه دايرين التعقيم ديالهم في الباب. المسائل كانت داكشي غادي منظم. كاينه الاجراءات الاحترازيه، كاين التباعد، كاين كلشي. حنا براسنا الجوق بالنسبه للجوق نقصنا الدراري، والتباعد اللي ما مشاش يخدم في هذه الخدمه كيمشي في الخدمه الجايه بالنوبه. باش كلشي ياكل طريبه الخبز. ليكيب اخويا فاش كانت الامور عاديه كانت عندي 16 لواحد في ليكيب. هي كنقولوا حنا 16 العائله. 16 العائله، و 16 العائله خويا اللي درتيه، كل واحد عنده ثلاثه في العائله. راه تبارك الله، كلهم. وبالنسبه للموسيقيين، الموسيقيين راه هما معروف عليهم مرضيين الوالدين، معروف عليهم مرضيين الوالدين. الثقافه كلها من هنا خرجت، ثقافه الفن كلها من هنا خرجت كلها. ودليل على هذا راه عندنا عده برامج زدنا فيهم تلفزيونيه، اللهم لك الحمد. راه المشاهدين يدخلوا يشوفوا اوركسترا عبد الصمد الربيع، ويشوفوا المسؤوليه اللي كنهزوا ديال المدينه كي دايره. راه كطلع بواحد تمثل المدينه، كطلع فاش كطلع راك طالع بالسميه ديال المدينه ديالك، راك هزها فوق كتافك. كاين اللي دار شي حاجه مسكين وما قدش ولا جلس، كاين اللي دار وما قدش. واش راه الخضره، ودار الخضره دارها، ما تبعتلوش اليوم، ما تبعتلوش غدا، هي الخضره بقات له فراسو، ما خلى ديك الفلوس ياكلها، غير ضيعها وصافي. بنادم ما عرفتش شحال من عام هو خدام في الفن، واحد النهار غادي تفرض عليه شي حاجه، ما يمكنش باش غادي، ما يمكنش. والفنان عنده عزه النفس. ما كنقولوش حنا بالنسبه اللي كيبيع الخضره راه لا، يا ريت نعرفوا نبيعوا الخضره، لا يا ريت اخويا، ونعرفوا غنديروا الخضره وتباع لنا، ولا نعرفوا غنديروا الماكله وتباع لنا، ونعرف ليها كما قلتي، كل واحد كيعرف في الدومين ديالو. كما انا كنعرف نغني، مول الخضره كيعرف يبيع الخضره، مول الماكله كيعرف يبيع الماكله، هذا هو اللي كاين. حنا خدينا الدومين هذا واحترفنا فيه. تبارك الله، راه عدة سهرات وخارج الوطن، فرنسا، طاليان، سويسرا. مدة العمل اخويا، مدة العمل الليل راه جاي اخويا لواحد 17 عام وانا في الميدان. ويعني في نظركم الان، يعني باش كما قلتي قبل واحد قبل ما قبل نبداو البث المباشر، هذه المسألة ديال نبيعوا الآلة، وهذه المسألة ديال هادشي راه تعرف، هادشي تعرف بزاف، نبيع الآلة وتفارق مع وليداته، هادشي راه جاري به العمل ولا عادي، ولا جاري به العمل هادشي هذا. في نظركم الحل اللي ممكن، واش يعني واش أما الأحسن أنه داش الطريقة باش ترجعوا مرة أخرى؟ كنتوما تخدموا ب 50%؟ نخدموا اخويا ب 50%، وقادين باش نخدموا في 50%. وحتى بالنسبه لي تريتور بعدا اللي كنخدموا معاهم ونتلاقاو معاهم، دايرين المسائل الاحترازيه ديالهم. لي صال اللي كنخدموا فيهم دايرين المسائل الاحترازيه ديالهم، زعما ماشي ما مقصرينش، على قاش هما خصهم يخدموا، خصنا هي الخدمه اللي ما كايناش اخويا، فهمتي؟ الخدمه دابا ما طالقينش الخدمه، ما رسالتكم
الاستعصامات المسؤولين. رسالتنا الاولى كنجدو جلاله الملك نصره الله، هو اللي في يدو الحل، هو اللي غادي على قشنا الشعب ديالو. ونهار الاول فاش بدات الجائحه شكون اللي كان معنا في الجائحه؟ جلاله الملك والجنود ديالو هما اللي كانوا معنا في الجائحه، هو اللي عاون وهو اللي عطى الدعم وهو اللي دار كل شيء. ما نكذبوش، جلاله الملك هو اللي وقف معنا في الاول، هذا الشيء اللي كاين. وكنجدو ديما كنجدو جلاله الملك، هو الاول كنجدو جلاله الملك. وكنشوفوا هاد الحكومه ان شاء الله يا ربي تشوف فينا بعين الرحمه ويكون شي بشرة خير ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله يا ربي. عدد من الناس اللي انتوا راح تسرق قطاعات، بعض القطاعات المحركه